بسم الله الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب الصف الأول الثانوي على قناة أستاذ عزة لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمر معاك في حل مجموعة من تدريبات المنهج بتاعت عام 2020 من كتاب المعاصر عام 2022. إن شاء الله مستمر معاك مع الوحدة 10، وهنشتغل النهاردة إن شاء الله على تدريبات الجرامر بتاعها أو اللانجوج، وهنبدأ إن شاء الله مع الميني تيست موجودة فيها، والميني تيست الأولاني موجود على صفحة 199. بنأكد يا شباب ان شرح القاعده بتاعت الريبورت سبيتش الكلام المباشر غير المباشر اكيد انت شفته معانا في الفتره اللي عدت لما زعنا لك الفيديوهات الشرح بتاعها. ده شيء مهم جدا قبل ما نبدا في التدريبات. بسم الله زي ما قلنا على بركه الله ان شاء الله نبدا مع الميني تيست الاولاني زي ما قلنا صفحه 199. بسم الله على بركه الله نبدا اول جمله. بقول لك سما ست سما قالت ايه يا عمي كمل بقى. اي لايك فيش انا احب السمك، ودي كده في المضارع البسيط وجمله كده تبقى مش متحوله. I like fish الجملة كده صحيح متحولة وعن كوما وبعد كده تون inverted commas ومحطوط جواها I like fish. مين إجابتنا الوحيدة الصحيحة يا شباب؟ الإجابة الوحيدة الصحيحة هي الاختيار سي اللي هي بيقول لك فيها كوما وبعد كده تون inverted commas جواهم I like fish. طيب يا مستر أنت ليه خدت الهاية وما خدتش أي واحدة من التانيين؟ تعال نبص على الجملة فوق أولا. بيقول لك إيه سما ست سما قالت؟ بما إنه بيقول لك سما ست ده معناه إن هو هيقول كلام جاله حد يا اما لسه حاطه في فتره الدايركت يعني لسه كلام مباشر فهيبقى فيه تو انفيرتد كوماز، يا اما هيكون كلام منقول. لو كان ده كلام منقول هنحتاج ورا سد كلمه ذات وهي مش موجوده، يبقى اذا كده هو عايز يقول الجمله في وضعها الطبيعي قبل التحويل. يبقى اي لايك فيش من غير تو انفيرتد كوماز مش هتنفع، واي لايك فيش برده مش هتنفع لنفس السبب لان كانت محتاجه انها تبقى ايه؟ تبقى ما بين تو انفيرتد كوماز. مين اللي موجوده بقى فيها الكوما وفيها تو انفيرتد كوماز؟ الكوما دي طبعا لازم بعد الفعل ست تقول تجيبها، وبعد كده لازم الكلام المنقول يكون بالشكل ده، وده اللي بيخلي اي لايك فيش اللي ما فيه تو انفيرتد كوماز زي ما شايفها كده اجابه وحيده صح. اتنين بيقول لك فيها سما تولدني، كده الجمله بقت محوله. ليه بقى؟ لان جايب لك قائل العباره وجايب لك تولد وجايب لك ايه المفعول به اللي هو تلقى هذه الجمله. طب نقولها لها كده بايه؟ اي لايك فيش ما تنفعش لانها مش متحوله. I like it fish اصبر شويه عليا. طيب ها وبعد كده she likes fish و she like it fish. مين كده اللي هتكون اجابه واحده صحيحه؟ اللي هتكون اجابه واحده صحيحه هي she like it fish. الله. طب ليه مثلا ما خدتش I like it fish ما هي متحوله؟ طيب هنقول ايه؟ so سما told me اني انا اللي بحب السمك ولا هي اللي بتحب السمك؟ هي اللي بتحب. طب خلاص ان هي اللي بتحب السمك يبقى لازم الضمير she يكون موجود. جميل كده؟ طيب والفعل يكون بعدها كان اصله مضارع فبقى ماضي ونجيب المفعول به زي ما انت شايف كده لحد الاخر. طب ليه ما نفعتش شي لايكس فيش برغم انها نفس الفكره؟ ادي الفعل اهو وادي الفعل لايكس في المضارع وادي فيش لان كده في المضارع ده معناها مش متحوله. وهنا كلمه تولد وراها مفعول به تدل ان هذه الجمله متحوله. ويعني ايه متحوله يا شباب؟ يعني متحوله من دايركت الى اندايركت او من دايركت الى ريبورتد، يعني من كلام مباشر غير مباشر، عشان لما تسمع مني كلمه الجمله متحوله مش متحوله تبقى عارف انا اقصد ايه. لما اقول لك متحوله يعني معناها متحوله الى كلام منقول يعني كلام غير مباشر. طيب تعال نروح الجملة الثالثة بيقول لك ايه؟ I said أنا قلت إيه يا عمي ها؟ I was happy أنا كنت سعيد ولا that I was happy إن أنا كنت سعيد؟ طبعا دي متحولة ودي متحولة. طيب ولا إيه وبي مع بعض؟ يعني I was happy that I was happy ولا I am happy؟ بص يا سيدي I was happy متحولة تنفع إجابة أنا قلت إن I said I تمام. طب يا مستر الله أنت مش بتقول إن إحنا محتاجين ذات؟ أيوه أهو that I was happy. ده معنى ايه؟ ده معنى ان انا ممكن اخلي الجمله متحوله الى ريبورت سبيتش تمام، ممكن يكون فيها زت بعد كلمه القول او فعل القول زي كده سد هنا هو زي دي اي ووز هابي دي احنا جايبينها من غيرها وزت جايبينها بيها ذات اي ووز هابي، يبقى ينفع زت تكون موجوده وينفع تكون مش موجوده خلاص. فده يخلي ان الاي وبي ينفعوا، بما ان اي وبي ينفعوا اروح واخد الاختيار سي اللي بيقول لك ان الاجابتين ينفعوا. نتحرك مع جمله رقم 4 في الميني تيست الاولاني يا شباب واللي بيقول لك فيها عمر قال يا عم عمر جالي فراغ his friend was ill. عمر قال صديقه كان مريض. لحظه واحده اصبر شويه. طب ايه مدلول الجمله؟ طب نقول ايه؟ عمر said his friend عمر قال ان صديقه كان مريض ولا told his friend اخبر صديقه كان مريض؟ طب مين اللي كان مريض لو قلنا told مش هتنفع. طيب asked سال صديقه كان مريض. طب ازاي؟ نصح صديقه كان مريض كده الوحيده اللي هتنفع هي said. ليه؟ ماشي بالفكره اللي هقولها لك. قال العباره اللي هو عمر فعل القول اللي هو هيز ماشي، وبعد كده هو كان بيقول ايه في اصل الجمله؟ كان بيقول ايه؟ ماي فريند از ال، فتتحول الى ايه؟ هيز فريند واز ال. يبقى عمر بيتكلم عن صديقه هو بيقول صديقي كان مريض او صديقي مريض، دي هتبقى مضارع فتحولها انت لصديقي كان مريض.
بص كده بقى، لما نقول بقى الجمله اللي جايه الكلام هيختلف خالص. اصبر كده وقول لي عمر، وبعد كده جايب لك فراغ. هيز فريند هي، شايف هي اللي زادت دي؟ ما كانتش موجوده فوق. هي اللي زادت دي تقول لك ان عمر بيتكلم عن نفسه هنا، نقول ان عمر كده، عمر هو اللي كان معايا، عشان تبقى عمر told his friend he was ill. عمر اخبر صديقه ان هو كان مريض، يعني كده عمر هو اللي كان مريض، مش زي ما كان في الجمله الاولى الصديق عمر هو اللي كان مريض. نتحرك عشان نروح مع الميني تيست الثاني، وده موجود على صفحه 201. حرك الصوره علشان تشوفها. اهو الميني تيست الثاني اهو، ده موجود على صفحه 201. اول جمله في الميني تيست الثاني بيقول لك فيها، صح، بيقول لك ايه؟ I have a health problem، انا لدي مشكله صحيه، عندي مشكله في الصحه، ربنا عارفين. فاحمد سيد اللي قال الجمله ده، هي واحد اسمه احمد. ريبورت، ريبورت يعني ايه؟ يعني الجمله دي حولها الى كلام منقول، تبقى ايه؟ تبقى احمد سيد هي هاز ا هيلث بروبلم. لا مش هتنفع انها متحوله، الجمله اللي فوق المفروض انها تحولها، وهنا هاز ا هيلث بروبلم دي كده مش متحوله. طيب لما اقول احمد سيد هي هاز ا هيلث بروبلم، احمد قال انه كان عنده مشكله صحيه، دي متحوله. طيب احمد سيد هي هاز هذا هيلث بروبلم، دي برضه متحوله. وبعد كده بيقول لك بي وسي ينفعوا مع بعض، يعني دي ودي ينفعوا. اصبر شويه، اصبر شويه، تعال عشان نعرف يا مين فيهم الاجابه الصحيحه. ارجع لاصل الجمله، اصل الجمله ايه؟ I have a health problem. كده ايه زمن الجمله دي؟ زمن الجمله دي مضارع بسيط، انا لدي مشكله صحيه. طيب المضارع البسيط انت لما تحوله من دايركت الى دايركت تخليه ايه؟ تخليه ماضي بسيط. يعني هاف دي تتحول لايه؟ تحول لهاد وبس. طيب مين اللي فيه الفكره ده؟ هي اهي الجمله بي، نحط عليها خط ونقول نفعت ليه. بص كده، ابدا احول بقى. لما ابدا احول بعمل ايه؟ انا ببدا الجمله الجديده بقال العباره اللي هو مين هنا؟ اللي هو احمد، تمام. بعد كده هات فعل القول المستخدم سيد، اهي جبناه، تمام. بعد كده اروح لاقواس وابدا احول بقى. الضمير اي كان عايد على مين؟ على احمد. لما اجي انا احوله اخليه ايه؟ اخليه تمام. هات تتحول الماضي بتاعها تبقى ايه؟ هات. وبقى الجمله ينزل زي ما هو، لان مفيش في حاجه ثانيه زياده. فتلاقي احمد سيد هي هذا هيلث بروبلم هي الاجابه الوحيده الصحيحه للجمله اللي عندنا. طب ليه ما نفعتش هاد هاد؟ هاد هاد دي ماضي تام. طب المضارع البسيط احول الماضي تام؟ طبعا ما ينفعش. نحرك الشاشه عشان تبقى جمله رقم 2 هي عنوانها، وكمان تشوف انت رقم الصفحه تحت. بيقول لك في 2 اي هاف هاد، الكلام اختلف كده. ليه يا عمي؟ دي كده اسمها مضارع تام. يعني كده الجمله في طبيعتها الاصليه مضارع تام. انت كده عشان تخليها ريبورت محتاج تخليها ايه؟ تخليها ماضي تام. يعني هاف هاد دي تتحول لايه؟ تتحول لهاد هاد. خلاص كده، دور على الجمله اللي هي فيها الكلام ده، هتلاقيها الاختيار سي، احمد سيد هي هاد هاد ا بروبلم. او المفروض طبعا كلمه هيلث هنا مش موجوده، كان المفروض تبقى مكتوبه، بس مش مشكله الحكايه. المهم عندي ان المضارع التام بيتحول الى ايه؟ بيتحول الى ماضي تام في ريبورتد سبيتش. طب نشوف ثلاثه، ها اي هاد ا هيلث بروبلم، خد بالك من الحته دي، اي هاد ا هيلث بروبلم، سيد احمد اللي حولها. كده الجمله دي زمانها ايه؟ زمانها ماضي بسيط. طيب احتمالات التحويل بتاعتها في ريبورتد عندك احتمال من اثنين، لما تكون الجمله زمانها ماضي بسيط ليك انك انت تسيبها على حالها ماضي بسيط، او انك انت توديها للماضي التام. الاثنين ينفعوا. يبقى كده اقول ايه؟ اقول احمد سيد هي هذا هيلث بروبلم، مش تنفع انها مش متحوله. طب بص على بي، احمد سيد هي هذا هيلث بروبلم، تنفع، لان كده هو ايه؟ خد الجزء الاولاني من القاعده انه ساب هذا على حالها في الماضي البسيط. طب روح اللي وراها، احمد سيد هي هذا هيلث بروبلم، برضه تنفع. يبقى كده بي وسي الاثنين ينفعوا، ينفع اسيب هاد على حالها ماضي بسيط، وينفع احولها للماضي التام. يبقى كده هتروح للاختيار الاخير اللي بيقول لك ان بي وسي الاثنين ينفعوا. نتحرك لصفحه 202، هنلاقي عليها الجمله رقم 4 من الميني تيست. تقول لك ايه فيها؟ every citizen must follow the law، كل مواطن يجب ان. يهمنا انا حته مصر لان هي دي زمن الجمله، دي القاعده اللي شغال عليها. طيب the president says that every citizen، ايه بقى the law؟ كده هو كده حول لك الجمله، بس ساب لك ماست، تعمل ايه فيها؟ تعمل لها ايه؟ تحولها ولا لا؟ بص يا سيدي، طالما ماست اللي قدامك دي بتتكلم عن حقيقه او الزام بفكره ايه؟ بفكره انه فعلا كل الناس لازم تتبع قانون، وديت بس الضروره والزام والدنيا دي كلها في الحاضر وفي كل الازمنه. خلاص كده؟ طيب يبقى انت كده محتاج تحافظ على ماست في وضعها الطبيعي، ما تغيرش زمانها. ليه؟ لان اتباع الناس للقانون او المواطنين للقانون ده ضروره طول الوقت، مش كانت ضروره او هتبقى ضروره، لا دي ضروره طول الوقت. يبقى انت تحافظ على زمانها بي ماست فول. خلاص، ما ينفعش هات تو فول، هي هات صحيح، هات تو هي الماضي من النص صحيح، لان لو عملنا كده هيبقى المعنى غلط.
لان معناها انه كانت حتى من تبع القانون معناها شويه تبع وشويه لا. طبعا ما ينفعش ماست هاف فولود دي بتتكلم في الاستنتاج في فكره الماضي وده بعيد عني اساس انا بستنتج مش بستنتج انا بتكلم في فكره ايه؟ فكره ان ده في ضروره والزام وكلام من ده. هاز فولود دي خطا تمام. ننتقل للجمله رقم 5 بيقول لك فيها اي ماست ليف ناو يجب ان اغادر الان ماشي. طب هنا بيتكلم بقى ايه عن ان واحد يتحتم عليه ان هو يغادر الان. طب ما اخر عادي تنفع تتغير لاي زمن ماشي. رودينا سيز ذات شي وبعد كده زين خد بالك من زين طبعا الجمله كده متحوله بسبب وجود زين. طب ايه الماضي كده من مصر يا شباب؟ الماضي منها مصر؟ لا ده كده هي هي. طب هاف تو هي دي ماضيها وود هاف تو لا وي هاف تو لا. الماضي من مصر هو هاف تو لان هو الدليل بتاعها. ستة بقول لك فيها اي ماست ليف تومورو يغير الكلام يقول لك ايه؟ يقول لك تومور كده رحت ايه؟ رحت ليه إيه اللي هو غدا. طب رودينا سيد ذات شي ذا داي افتر يبقى كده الزمن اختلف. دلوقتي كان هنا في الجمله الاولانيه كان بيقول الان يعني انت بتتكلم في المضارع لكن دلوقتي بيتكلم في المستقبل. حلو خالص كده. طيب ايه بقى اللي يناسب ده؟ اقولها ماست زي ما هي على حالها ولا هاف تو اللي بتشيل الماضي ولا وود هاف تو ولا هاف تو؟ هاخد وود هاف تو. الله. طب ليه مستر خليت ماست ان هو تساوي وود هاف تو؟ لان ماست في الجمله اللي قدامك تساوي ويل هاف تو علشان تمره فتحول ويل ايه لود وهاف تو تقعد زي ما هي لان الود دي فعل ناقص والنواقص سبها مصادر والجمله كده بقت متحوله وماشيه تمام. نحرك الشاشه شويه عشان تبقى الجمله رقم 7 هي عنوانها وهي اللي ظاهره قدامك ونقول لك فيها كانوا از بيج سيتي ان افريكا. القاهرة هي أكبر مدينة في إفريقيا. في الجملة دي إيه؟ الجملة دي حقيقة. يعني حقيقة؟ لأن فعلا القاهرة هي أكبر مدينة في إفريقيا. سيد مستر أشرف الأستاذ أشرف قال كده. طب حول الجملة يا سيدي تبقى مستر أشرف سيد كايرو كذا ذا بيج سيتي إن أفريكا. الأستاذ أشرف قال إن القاهرة إيه بقى مدينة في إفريقيا؟ لا زالت القاهرة هي أكبر مدينة في إفريقيا والجملة تعبر عن حقيقة وبنقول لما يكون الجملة تعبر عن حقيقة يظل زمن الجملة على حال يعني ما تغيرش فيه أي حاجة وظروف الزمان والمكان وأسماء الإشارة الدينية دي برضه تظل على حالها اللي بتغير بس الضمائر. أنا يهمني هنا إيه؟ اللي موجود عندي هو اللي هينفع نشتغل عليه هو زمن الجملة. إز هتفضل إز ليه؟ لأن الجملة حقيقة فما أقدرش أخليها ووز وما أقدرش أخليها ماضي. طيب في تمام ولا ايه؟ ووتر فريزز دي برضه حقيقه علميه. الماء يتجمد when the temperature is zero or below لما درجه الحراره تبقى صفر او ما دون ايه؟ الصفر. طيب المهم سيد مستر محمد ممدوح مستر ممدوح سيد حول بقى مستر ممدوح قال ايه؟ كمل ها when the temperature is اها از دي عنوان يقول لك خلي بالك الجمله مش متحوله يعني قاعده على زمنها الطبيعي فتروح لفريزز اللي قاعده في المضارع البسيط اللي بتقول لك ان الحقائق العلمية ودي من ضمن الملحوظات مهمة جدا القاعدة الحقائق العلمية ما بنغيرش فيها في الجملة بتاعتها يعني غير الضمائر فقط. زمانها يفضل زي ما هو ظروف الزمان زي ما هي اسماء الاشارة كل الدنيا دي تفضل زي ما هي ما عدا الضمائر. فرز الماضي لا وفرز التصريف الثالث خطأ بالمرة نأكد على فيزيز إجابة واحدة صحيحة. نروح البني تيست الثالث وده موجود على الصفحة اللي جنبها على طول اللي هي صفحة 203 ويقول لك صحيح اول جمله في الميني تيست الثالث اي ويل كم هير اجين تومورو ماشي هتقول ده مستقبل بسيط ودي تومورو دي كلمه دل ماشي يا سيدي ها مام سيد شي وود بقول لك ماما قالت انها شي وود جو طب ما هحول الزمن يا مستر يبقى فاضل ايه؟ اجين ذا فولوينج داي مين الكلمه كده اللي ناقصه من الجمله؟ كلمه هير صح؟ اي ويل كم هير اجين تومورو كل الجمله موجوده قدامنا ما عدا هي. طب هير يا شباب كده هي دايركت طب لما تخليها دايركت هير بتتحول لايه؟ هي بتتحول لذير هير معناها هنا تتحول لهناك على طول يبقى هير ما تنفعش تفضل هير لان الجمله متحوله تحتها خلاص اهو ده فولون دي طيب وهير ما ينفعش زير دي زير ملكيه ولا زير اللي لها علاقه بالملكيه برضه انا عايز زير اللي هي بديل لهير وده ظرف مكان. نتحرك مع الجمله الثانيه اي ام ليفينج توداي انا ماشي النهارده طيب حلو ده اسمه مضارع مستمر لكنه طبعا ليه علاقه بمدلول المستقبل طيب حلو خالص خلي بالك من كلمة ايه today طيب he said he was leaving طب ادي قال العبارة وادي فعل القول وادي الجملة كلها فاضل ايه كده فاضل today today بتتحول لايه لا يا شباب today بتتحول الى زد day خلاص يبقى ما ينفعش day تفضل على حالها الجملة اتحولت خلاص ولا this day لان this day بتقول هذا اليوم برضه مش متحولة ولا زد day اكتر بعد بكرة لو مش بتكلم بعد بكرة بقول ايه النهاردة فتتحول الى اليوم تبقى ذلك اليوم اجابة واحدة صحيحة. كنت بقول لك ايه؟ We arrived last month ماشي احنا وصلنا الشهر اللي عدى طبعا الجمله واضح فيها انها ماضي
She said that they had arrived at Allah. طب الجملة كلها موجودة مستر فاضل إيه؟ فاضل last month تتحولها إيه؟ last month معناها الشهر الماضي. طب تفضل زي يقول لك in a month خلال شهر؟ لا بتكلم عن ده بتكلم عن الماضي أهو. طب the month after الشهر بعد اللي جاي؟ لا. طب the following month برضه عاملة نفس الفكرة الشهر اللي جاي ولا the month before الشهر الماضي؟ لأن كلمة last month تحول إلى the month before. ونتحرك مع الميني تيست الرابع وده موجود في الصفحه اللي وراها مباشره 204 اهو ظاهر قدامك مع بدايه الصفحه بيقول لك في الميني تيست الرابع اسمعني بقى كده I will surely help you انا بالتاكيد هساعدك ماشي يا سيدي ها I told me she would surely help الله طب ما الجمله كلها موجوده مصر قال العباره وادي فعل القول وادي المفعول به والدنيا كلها اما فاضل ايه كده؟ فاضل الضمير يو اللي هو كان ضمير مفعول هات له بقى ضمير مفعول يساوي احنا بنقول يا شباب الضمائر احنا صحيح حاطين لك في شرح القاعده جدول يقول لك الضمير كذا حوله لكذا ضمير كذا بس ايه بنقول نصيحه افضل من ده وهي انت شوف الضمير اللي جوه الجمله اللي انت عايز تحولها كان ايه؟ كان فاعل يعني مثلا زي اي هنا ده فاعل وانا عايز احوله هو هتلاقي نفسك الفاعل اتحول لفاعل ماشي قيس اهو اي شوف اي بقت هنا اهو بقت شيء لان ضمير الفاعل جبت له ضمير فاعل طب لما يكون ضمير مفعول هات له ضمير يساوي تمام المفعول في الجمله اللي قدامك دي مين يو خلاص كده طب يو دي هي عايده عني عليا انا فخلاص يبقى يو كانت مفعول يبقى اجيب لها بديل اللي هو انا مين هي هتساعدني انا هم ما تنفعش ان انا مش بتكلم عن الضمير الغائب بتاعي تمام ولا هي تمام ولا اصل سيبني هنا هو نروح لجمله اثنين I'll surely help you الله طب هنا هو برضه هنا هو في يو زي ما هي زي اللي فوق الجمله كده اللي فوق زي اللي تحت بالملي بس اختلف في فكره التحويل قال لك اي تولد علي اند مي فوق كان بيقول ايه هو اي تولد مي قالت لها انا لوحدي فجبت لها مين طب لما يبقى الشخص ده وانا يبقى احنا بقينا ايه؟ بقينا نحن يبقى لما تتحول لمفعول نجيب بديلها اللي هو مين؟ اللي هو اس عشان تبقى اي تولد علي اند مي شي وود شورلي هيلب اس هتساعدنا احنا مش هتنفع مين لان دول اتنين كانهم بيقولوا نحن مش هتنفع طبعا هم وهي زيها هنروح لاص الاجابه الوحيده الصحيحه. نحرك الشباب شويه عشان تبقى الجمله اللي بعدها ظاهره قدامنا اللي هي ثلاثه اي شور اللي هي البيو اندر ده هي اللي قاعده ونفس نفس الجمله بس خلي بالك قال لك ايه تحت بعدها تحويل اهي اي تولد مام اختلف يبقى يو هنا هو عايده على مين؟ عايده على مام طب لما تيجي تحولها بقى مام مفعول به ناسبها في الضمائر ايه؟ ناسبها في الضمائر هير تمام؟ طيب ها خد بقى نفس الجمله I'll surely help you قاعده هي مفيش حرف زاد ولا حرف نقص بس اختلف التحويل اي تولد علي بقى ها علي يعني هي كانت في الضمائر تحولها لمين؟ لهم يبقى احنا لو رجعنا كده الشاشه تاني يا شباب وحاولنا نخلي الاربع جمل هم اللي ظاهرين قدامك هتبص تلاقي ايه؟ هنبص كده الاربع جمل كده هم اللي ظاهرين قدامك بص على كل مرة الضمير يو اتحول فيها لإيه؟ علشان تعرف لما بنقول لك أنا أنصحك أفضل إنك أنت تشوف الضمير أنت عايز تحوله ماشي؟ شوف وضعه إيه في الجملة وبعدين حوله لما يساويه، يعني هنا مثلا يو في الجملة الأولانية كانت عايدة علي أنا فلما أجيب لها ضمير مفعول بتاعها فجبت لها دي. يو في الجملة الثانية كانت عايدة على اللي هي نحن اللي هي وي فتروح تجيب لها إيه؟ تجيب لها أص. يقول لك علي وي وأنا. في الجملة الثالثة يو دي هي عايدة على مين؟ عايدة على ماما اللي هي كانت أصلها في الضمائر إيه؟ أصلها شي لو فاعل وهير لو مفعول تجيبها أهي ها وبعد كده كانت عايدة على إيه على مذكر اللي هو علي فأنت بيجيب له البديل بتاعه اللي هو اللي هو إيه؟ يبقى أنت شوف كل ضمير أصله إيه في الجملة وتلاقي نفسك هتجيب له البديل بتاعه في التحويل على طول. اتحرك مع الميني تيست الخامس وده موجود على صفحة 205 ودي عنوان قدامك وبيقول لك صحيح في ايه؟ مام سيد ات ووز تايم ماما قالت انه حان وقت ايه اي تو بيد بيقول لك حان وقت ان انا انزل في الفراش الصياغات اللي هي اتس تايم اللي هي اتس تايم او ات ووز تايم سواء هي في حالها او متحوله دي الفعل وراها زمن يظل على حاله الطبيعي اللي هو الماضي البسيط تمام احنا عارفين ان الصياغه ات ووز تايم كذا او اتس تايم ده اصلها اصلها اتس تايم كذا هي بيكون وراها ماضي بسيط حتى لما تيجي تخليها ريبورتد وتبقى اتس تايم تتحول الى توست تايم الزمن مش هيتغير الفعل اللي وراها زمن مش هيتغير يعني هتلاقي نفسك بتحافظ على وينت زي ما هي
ما ينفعش طبعا جو في المصدر لان اساسا خطا في الصياغه، مش هينفع ورا الصياغه دي اللي هي اتس تايم اتي لوست تايم، وهاف جو المضارع تام وهاف جو الماضي تام برضه لا. فبنتحرك مع الجمله الثانيه اي ويل كول يو مام، انا هتصل بيك يا مام. تمام جميل. لينو جاب فراغ شي وود كول هاف. الله ايه اللي ناقص هنا؟ عايز اقول لين قالت لمين؟ لين كانت بتتكلم مين هنا؟ بتتكلم ماما. طيب اقول ايه؟ لين سيت تو شي، طب لين قالت لي شي، ده شي ده ضمير فاعل مش مفعول كده مش هتنفع. طيب سيت تو مام شي، لين سيت تو مام شي. طيب ولا تولد شي ولا تولد مام؟ هقول تولد مام. طب ليه لسه خدت تولد مام؟ ما هي سيت تو مام تنفع. سيت تو مام لو انا بتكلم في الجمله في وضعها الطبيعي مش بتحولها. الافضل لما تكون بتحول يبقى هات تولد بديل لست تو ودي وراها مفعول به، فهتلاقي الصياغه السليمه هي مين؟ هي تولد مام وليس سيد تو مام. يعني هنا دي ما تنفعش لان الجمله كده زي ما قلنا الجمله طالما اتحولت انا بفضل ان سيد تو احولها ايه؟ احولها الى تو. نتحرك مع جمله رقم ثلاثه نخليها هي الظاهر عشان عينك ما تشغلهاش الاختيار. عمر سيد ذات هي وود كم، الجمله كده متحوله تمام وود كم تو ماي بيرث داي بارتي، عمر قال ان هو هيجي لحفله عيد ميلاد، الجمله اتحولت جاب فراغ هي وود جيت مي ا نايس بريزنت. تمام الله، ده دول جملتين. ادي الجمله الاولانيه عمر سيد ذات هي وود كم تو ماي بيرث داي بارتي، ادي جمله. طب في جمله ثانيه هي وود جيت مي ا نايس بريزنت، يعني مش بس هيجي لا ده هيجيب لي معاه هديه. طب دول جملتين اربطهم ازاي؟ اربطهم ذات بيرث داي بارتي ذات هي ما تنفعش ذات هي، ما تنفعش ذات دي خالص لوحدها. طيب اند ذات وكمان اند ذات هي هتنفع. طب اند اد ذات هتنفع. يبقى لما يكون عندي جملتين عايز اعطفهم على بعض فكره الريبورت سبيتش ده ينفع اجيب اند ذات وينفع اجيب اند اد ذات. الله طب كده الاثنين ينفعوا مش سريع الحل؟ الحل كل الاختيار الاخير اللي بيقول لك ان بي وسي ينفع. اربعه بيقول لك فيها اف اي وير يو لو كنت مكانك. دي كده نصيحه يا باشا، دي كده ايه نصيحه؟ انا لو كنت مكانك ها اي وود ورك هارد. طيب كريم ماشي كذا ورك هارد، كريم ايه؟ كريم ايه ويعمل بجد؟ سيت اف اي وير اي 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 ده هي وود، يعني شوف عشان هي غلط الواحد مش عارف يقراها لخبط في قرايتها. سيت اف اي وير اي هي وود، طب حتى اف اي وير مي مثلا انما اي تيجي ازاي يعني؟ سيد اف هي هاد بين مي، حول كده هو اف الحاله الثانيه اعتبرها كده، اعتبرها الحاله الثانيه وحولها الحاله الثالثه. تمام ولا سيب ولا سيد اف هي از مي، ده نايلها خالص كده، سيبها زي ما هي مضارع او خليها مضارع، يعني بدل ما هي ماضي راح وديها المضارع. ولا ادفايزد مي تو هي دي، لان احنا قلنا شباب في الحاله الثانيه اللي هي الصياغه دي اف اي ويل يو تحديدا دي تمثل نصيحه. بما انها نصيحه انت محتاج تحولها في فكره جمله النصيحه اللي هي قال العباره وبعد كده ادفايزد ماشي والشخص المخاطب ثم تو بتكمل ايه الفعل في المصدر. خمسه بقول لك فيها ليتس جو ليتس كده بيعمل حاجه اسمها سجشن اقتراح. يلا بينا نروح كذا يا فلان ها امير كذا او يبقى ليتس تحولها الى ايه؟ قائل العباره سجستد وجيب وراها جيرند سجستد جوينج اوت تروحوا في البيت. طبعا سيد ليتس جو ما ينفعش انه بيسيبها الحالة كده مش محولها. سيد ليت اس جو برضه نفس الفكره وسجست تو لا مش صديق ما ينفعش اقول سجست تو سجست وراها جيران وده تحقق في الاختيار الاخير وعشان كده خدنا اجابه. نتحرك مع الميني تيست السادس وده موجود على صفحه 207 تمام. واول جمله فيه يقول لك فيها بيقول لك ايه مايا مالها يا عم مايا فراغ اف اي هاد سام فري تايم يبقى عايز اقول لك ما هي إيه؟ مايا قالت لو انا عندي وقت، الجمله منقوصه مش كامله. ولا مها اسكت ولا مايا دي اسكت سالتني لو كان عندي وقت فراغ ولا وندر كانت بتتعجب او بتتساءل ولا بي وسي. طيب اولا ما ينفعش اقول مايا سيت اف اي هاد لان كده جمله زي ما قلنا هتبقى ناقصه، لكن ينفع اقول مايا اسكت اف اي هاد، مايا سالت عما اذا كان عندي وقت فراغ. وينفع في مايا وندر، مايا كانت بتتعجب او برضه في اللي هي تتساءل يعني لو انا عندي فراغ وقت فراغ، يبقى كده هلاقي ان بي وسي ينفعوا اجابه فعشان كده هاخد الاختيار الاخير. اللي بعدها مايا برضه بس خلي بالك من حاجه الكلام هيختلف. هنا جاب لك بعد الفراغ مي قبل ما يكمل، بعد قال لك اف اي هاد سام فري تايم. كده بقى الوحيده اللي هتنفع في الجمله اللي قدامي او ليه سيد مي، سيد ما ينفعش يجي وراها مي. اسكت مي تنفع اسكت يجي وراها مي. طيب وندر مي ما ينفعش يجي وراها مفعول مي.
الوحيدة فيهم اللي ينفع إجابتها مفعول بمين هنا؟ أسكت، عشان كده هاخدها إجابة. نحرك الشاشة شوية عشان تبقى الجملة رقم 3 هي اللي ظاهرة قدامنا. حد بيقول للتاني Are you busy now؟ وأنت مشغول دلوقتي؟ طيب ماشي، ده سؤال عايز أحولها، حول، هو بدأ يحول لكن سلمى كذا if I am busy now. الله، يبقى كده ده معناه إن الجملة مش متحولة. ليه؟ لأنه محافظ على الزمن. أهو مضارع بسيط أر، هي مضارع بسيط قاعدة، أم هي مضارع بسيط، يبقى ده معناه إن هو ما حولش، صح كده؟ طيب بما إنه ما حولش والجملة ده هي في أصلها كانت سؤال، يبقى أنت محتاج كلمة لها علاقة بالاستفهام بمعنى سأل يعني. طيب تقول asks، دي كده تدل على عدم التحويل. ask متحولة، says قال دي جملة خبرية ما تنفعش مع السؤال، وسيد متحولة. أنا هاخد مين؟ أنا هاخد asks. ليه؟ لأنها هي اللي بتستخدم مع الأسئلة، وكمان هي اللي في المضارع، لأن الجملة مش متحولة بدليل إن هي قاعدة على حالها وناو قاعدة على حالها، مش تحول. ده اللي خلى ask ما تنفعش. طب أربعة بيقول لك إيه؟ Are you busy now؟ الله، ده نفس الجملة هي هي، ما عملش فيها أي حاجة، لكن هيغير هنا if I was. طالما قال لك was هنا هو، وبعد كده then، يعني حول المضارع اللي هو are خلاه was، وحول now إلى then، يبقى أنت كده عايز الماضي من ask تبقى إيه؟ asked. ماشي؟ تبقى إيه؟ asked. نروح لجملة خمسة. بيقول لك فيها will you help me؟ أنت هتساعدني؟ طيب ها؟ She wondered I would help her. She wondered ايه ده؟ whether ولا if ولا ايه وبي ولا ذات؟ الاثنين ينفعوا، whether تنفع وif تنفع. لما يكون عندك السؤال بعد بفعل مساعد ينفع تجيب له ينفع تجيب قبل ما تخش على الفعل المساعد ده والجمله كلها، ينفع تجيب whether وينفع تجيب if. طبعا بس في حاجات بتميز whether عن if، اللي هي كذا اور كذا، ودي هنشوفها في الجمله اللي بعديها، تمام؟ لكن الجمله اللي قدامي ينفع اجيب فيها الاثنين، فعشان كده هختار ايه؟ ينفع ايه وبي مع بعض. لكن هنا لا، ماشي؟ خلاص كده؟ هنا لا، تمام؟ في الجملة هتيجي بعد شوية، في جملة هتيجي بعد شوية، الجملة رقم 7 لسه هتيجي بعد شوية، هنحكي فيها في الفكرة دي أكتر. طب do you go out very often؟ أنت بتطلع بره يعني كتير، ماشي؟ أمير wanted to know if إذا out very often. ده سؤال. Do you go out very often؟ لما تيجي تحول إلى reported ياخد ترتيب الجملة، تمام؟ يعني تقول ايه؟ يعني اقول امير wanted to know ده قائل العباره، لحد دلوقتي امير ده قائل العباره، wanted to know ده فعل القول، وادي اف جبتها لي اف يا مستر، عشان هنا الجمله او السؤال بدل فعل مساعد. طيب اف وبيتكلم عن مين هو؟ بيتكلم عني انا انت، خلاص كده؟ طيب يبقى انا بعد كده هجيب الضمير وبعد كده اجيب ايه الفعل بتاعي. طب did I go ده ترتيب سؤال. I did go صحيح هي واخده ترتيب جمله، لكنه ما ينفعش اجيبها في التحويل. ما ينفعش الجملة دي فيها if I did go، لا غلط، لأن did بتخلي الفعل ياخد زمن الماضي، خلاص على كده تمشي هي، يبقى آخد I went، تمام؟ إنما went I ما تنفعش الصياغة خطأ. نتحرك مع الجملة 7 اللي هي عايزين نقارنها بالجملة من شوية اللي كان بيقول لك فيها ننفع نستخدم، هي جملة 5. لحظة خلي لك 5 ظهر قدامك في بداية الشاشة، لأن مش كنت أقول لك في الجملة اللي جاية، الجملة الجاية أقصد بيها جملة رقم 7 يعني. طب أدي بص كده will you help me؟ تمام كده؟ she wondered، قلنا ان هنا ينفع اجيب وذر وينفع اجيب اف، وقلنا ان هناك ما يميز وذر عن اف لو كان كذا اور كذا، لو كان كذا اور كذا، وده متحقق في الجمله السابعه. she asked me، هي سالتني I would go out، بص كده I would go كذا اور كذا، طالما قال لك كذا اور كذا يبقى انت ما ينفعش غير وذر، اف ما تنفعش. ليه؟ لان اف ما تنفعش في فكره كذا اور كذا، اللي تنفع في كذا اور كذا هي مين؟ هي وذر، اجابه واحده صحيحه. اتحرك مع الميني تيست السابع، وده موجود على صفحه 209 اهو قدامك اهو، وبيقول لك فيه صح بيقول لك ايه في الجمله الاولانيه I asked، احنا شغالين على الاسئله. I asked، انا سالت مين يا عم؟ كمل. He had visited there at the weekend، انا سالت اذا كان هو زار المكان ده ايه في نهايه الاسبوع، او عم زاره في نهايه الاسبوع. شوف الاختيارات. طيب if he had visited there، هو اذا كان زار هناك، ولا وزر اللي هي بتدي نفس المعنى، ولا وات ما زاره هناك، ولا وير اين زار هناك. لا ما تنفعش وير، المنطقيه فيهم هي وات، عشان اقول I asked what he had visited there، انا سالته هو زار ايه هناك، انت كده بيسال عن اللي زاره هناك، هو زار ايه هناك. طيب اللي بعدها I asked، تمام، he had gone at the weekend، انا سالت هو ذهب في نهايه الاسبوع. عزيز انا ايه ده؟ I asked that، سالت اني، ولا سألت من هو ذهب؟ ازاي من وهو وازاي ذهب؟ طب وماذا هو ذهب، ولا اين؟ اين
يبقى التدليل ده مركز ان هو يجيب لك ايه كلمات للصفه. طيب روح لرقيه، انا رقيه فراغ، واي اي ووز ليت، رقيه كذا وانا كنت متاخر ليه. طيب ينفع اقول رقيه اسكت ولا اقول wanted to know ولا اقول said ولا اقول A و B مع بعض؟ تمام، ولا اقول A و B مع بعض؟ ينفع اقول رقية asked why I was late، رقية سألت وانا كنت متأخر، تنفع. وينفع اقول رقية wanted to know، رقية ارادت ان تعرف why I was late، الاثنين ينفعوا. انما رقية said why I was late غلط، ما تنفعش في فكرة تحويل السؤال. كده هتلاقي ان A و B ينفع، فتروح واخد الاختيار الاخير اللي بيعبر عن الفكرة دي. نحرك الشاشة شوية عشان تبقى الجملة رقم 4 هي اللي ظاهرة قدامك. جاب الجملة عن رقية برضه. رقية وجاي فراغ مي واي اي ووز ليت. كده بقى انت ما عندكش غير اسكت بس اللي تنفع. طب ليه مثلا ما قلتش wanted to know؟ wanted to know ما يجيش وراها مفعول، مفعول، لكن اسكت يجي وراها مفعول. خمسة بقول لك فيها she wants to know، هي تريد ان تعرف what، وبعد كده جايب لك فراغ دونت. تمام، يبقى ده كان سؤال ماشي متحول السؤال ده هو من دايركت الى اندايركت. فشوف بقى تغيير ترتيبه هيتغير، كلمه استفهام تيجي وبعد كده هجيب وراها الضمير او الفاعل يعني، وبعد كده اجيب الفاعل اللي بيديني ايه مع دون، يبقى انت عايز فيرب تو بي. طيب يبقى اقول ووز لوحدها لا ما تنفعش كده، ما فيش فيها ضمير. طب اقول اي ووز، اه تنفع. طيب ووز اي، ما تنفعش ووز اي لان دي وقت ترتيب سؤال، يعني كلمة استفهام بعد كده فعل مساعد بعد كده فاعل وبكمل، لا دي كده ترتيب سؤال. أنا عايز ترتيب جملة اللي هي إن يكون الضمير ثم الفاعل، يعني الفاعل ثم الفاعل. طيب ستة بقول لك إيه؟ Why do you shout at me؟ عامل تزعق فيا ليه؟ تمام؟ طيب سما وندرد Why I shouted at A؟ المي هنا هو عايد على مين؟ عايد على مين؟ عايد على سما. طب سما دي في الضمائر يعني إيه؟ في الضمائر لو فاعل يعني شيء، طب لو مفعول تبقى إيه؟ تبقى هي. صح كده؟ طيب ماشي، روح للجملة سبعة. She asked where I، هي سألت أين أنا؟ إيه يا عمي؟ The day before، اليوم اللي عدى أو اليوم اللي قبل اللي عدى. تمام، تبقى إذا had gone ماضي تام، ولا have gone مضارع تام، ولا I'm going، ولا was going المتحولة هي had gone. الله يا مستر، طب ما was going تنفع؟ أه بس the day before ما ينفعش فيها استمرارية أنا أهو. نروح للي بعدها 8. She asks where I، asks وtomorrow، يبقى كده الجملة دي زمنها مش متحول، الزمن هو اللي مش متغير، لكنها متحوله من سؤال عادي لريبورت. خلاص؟ طب نقولها هنا هو هاد جون ولا هاف جون ولا اي ام جوينج ولا ووز جوينج؟ تومورو دي تقول لك ان هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن صياغه تشبه المضارع المستمر لكن مدلول يعطي المستقبل. الوحيده فيهم اللي فيها الفكره دي هي ام جوينج. تاخدها اجابه. بكده الشباب يكون انتهى المينيتس السبعه اللي كان جايبهم كتاب المعاصر على الوحده 10 الجرامر بتاعها، لكن ان شاء الله تدريباتنا لم تنتهي معك بعد. بإذن الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر أستاذ زاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.